والنبي طيب شفيق وبيحبك قوي يا ابراهيم. هو انت لسه شايل منه؟ قضاء الله محدش يزعل منه يا أمي، والأستاذ شفيق دلوقتي جوزك على سنة الله ورسوله، يعني في منزلة الأب بالنسبة لي. الحمد لله يا ابراهيم انك رضيت، الحمد لله ريحت قلبي يا ابني، وإلهي ربنا ريح قلبك. أنا بقى نفسي إنك تريحي لي قلبي يا أمي. وأمرني يا ابراهيم، يا نهار ابيض، وانا في ديك الساعة لما اعمل لك حاجة ترضيك؟ عاوز ايه؟ الدنيا دي يا أمي رحلة قصيرة، البني آدم فيها ضيف عابر سبيل. الدنيا هي دار الباطل، ودار الحق هي الآخرة. ونعمة بالله يا ابني، عندك حق، كل اللي قلته صح. عشان كده أنا عايزك تنقذي نفسك من عذاب النار. عذاب النار؟ طب وانا ادخل النار انا عملت ايه غلط يا ابراهيم؟ ده انا عمري كله ضيعته عليك، ده من وانت لحمة حمراء قد كده وانا بشقى عليك عشان اكبرك واعلمك واخليك سيد الرجالة، في الاخر اخش النار؟ عشان ربنا يرضى عنك ويبقى مثواك الجنة لازم تنفذي فروضه سبحانه وتعالى. ونعمة بالله يا ابني، طب ما انا بصلي وبصوم وعلى قد ما بقدر بزكي، ولسه ربنا ما اذنيش بالحج، لما يشاء ربنا ويأذن لي بيها هبقى تميت فروضه. عشان تبقي مسلمة صحيحة الإسلام لازم ترتدي النقاب. النقاب؟ يا سيدي يا سيدي. ايوه 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 يا حبي، الحب دوّهنا. اي والله ده انت فايق ورايق قوي النهارده، ايه الحكايه؟ غريبه قوي دلوقتي، الناس تستغرب لما تلاقي حد رايق. حقيقة والله يا نوال، كل الناس دلوقتي في قلبك تقول لك انا عرفان طهقان من عيشتي. ايه ده؟ محدش يقول لك ابدا انا مبسوط فرحان مزقطط. كل ده عشان داليا هتتجوز؟ الناس بيقولوا اكتر واحد يبقى زعلان الاب لما بنته تتجوز. انا بالعكس، انا حاسس دلوقتي ان انا اطمنت على اهم حاجه في حياتي. ايه اللي ناقص بقى؟ ان انا التفت لحياه انا، اشوف نفسي. ياه، هو انت كل ده ما كنتش شفت نفسك يا حماده؟ الاولين يا نوال، احنا ليه ما اتجوزناش؟ لا يا حماده، ده انت فايق قوي النهارده، ورحمه ابوك ما تطلع فوقانك ده عليا انا. الله، مش كانوا قارين فتحتنا على بعض واحنا صغيرين؟ انا ما وعاش على الكلام ده. شوف القدر، والله الدنيا دي غريبة قوي. تخيلي صحيح لو كنا متجوزين. في ايه يا حماده؟ مالك على الصبح؟ انا بقول لك تخيلي، يعني شغلي خيالك، يعني كانت حياتنا اتغيرت والله. يعني انا شخصيا ما كنتش اتجوزت الكام جوازه الخيبه اللي جوزتهم دول، وانت ما كنتش لا رحت المانيا ولا اشتغلت في الطاقه دي اللي ارفاكي في عيشتك. ان شاء الله، انت كنت ناوي تقعدني في البيت؟ طب اسمع اسمع. أنا اجتمعت بيكم النهاردة لأن في عدة قرارات حبيت أطلعكم عليها، خاصة بتنظيم العمل في الشركة في المرحلة اللي جاية. الحاج خليل والدي الله يرحمه نموذج فريد في العطاء والعمل الجاد الدؤوب، أكتر من 60 سنة وهو بيشتغل وبيبني وبيكبر في الشركة. كان مؤمن دائما بقيمة العمل في صمت. كان بيدخل الشركة من غير ما حد يحس بيه. وأنا أذكر وقع هو الله يرحمه كان حكاها لي، إن في مستثمر كبير حب يجي الشركة عشان يعمل معاه بيزنس،
ولما قابله افتكروا عامل بسيط من عمال احد المصانع. ما صدقش ابدا انه صاحب اكبر شركه في الشرق الاوسط كله. الله يرحمه تقرار الفتحه. الحاج خليل انا شخصيا مفتقده جدا يا دكتور اشرف، وكلنا مفتقدينه. عشان كده انا بعتقد ان احسن حاجه نقدمها له مزيد من الاخلاص في العمل. دي كانت اكتر حاجه بتسعده في حياته. وفي حاجه تاني لازم نقدمها له، وده اول قرار لازم ناخده وبالاجماع. اذا كان الحاج الله يرحمه رفض يكتب اسمه على الشركه اللي بناها بايده وبعرقه وبكفاحه، فاحنا لازم نقدم له ده. قرار رقم 264 لسنة 2007 بتغيير اسم الشركة من مجموعة شركات عزه إلى مجموعة شركات الحاج خليل، وتغيير كافة مطبوعات الشركة وإعلاناتها واللوجو الخاص بيها إلى الاسم الجديد اعتبارا من أول الشهر الجاي بإذن الله. موافقين؟ القرار الثاني تنظيم الهيكل الإداري بالشركة بما يتفق واحتياجات العمل الفعلية، والاستعانة بالطاقات الشابة المدربة على التقنيات الحديثة في المناصب العليا بالشركة، وذلك تجديدا لدماء الشركة والنهوض بها والارتقاء بمستواها. وعليه تقرر تعيين طارق كمال الحسيني مديرا عاما للشركة، وكذلك تعيين الأستاذ كمال عزو والأستاذ حسني الغنام مستشارين بالشركة. عرفت ليه بقى أنا عصبية وبزعق على طول؟ محدش غاوي نكد ولا مشاكل، لكن الظروف اللي أنا بمر بيها فوق طاقتي، فوق احتمال أي حد. وعليك بإيه من ده كله يا نوال؟ ما تدهنهم وتخلصي من وجع الدماغ. اللي بتقوله ده يا حمادة معقول؟ بعد كل اللي قلتهولك ما انتش مقدر خطورة المسألة؟ عارف لو ده حصل؟ عارف لو أنا نجحت في اللي أنا بعمله ده البلد دي هتبقى حاجة تانية خالص. أنا خايف عليك أوي يا نوال. الخوف ده هو اللي بيرجعنا ورا. أي نقلة حضارية عايزة مغامرة، عايزة إقدام، عايزة جراءة. نقلة حضارية إيه بس؟ ما راحوا العراق بهدلوها أهو عشان يدوروا على النووي بتاعك، إحنا ناقصين. العراق لو كان فيها نووي ما كانوش راحوا لها، فهمت؟ طب انما احنا يعني هنعرف نعمل النووي ده؟ يا نوال ده احنا ماشيين بالبركه، ده القطورات بتخبط في بعضها، انابيب البوتاجاز بتفرقع في وشنا، المدمس بقينا بنستورده. احنا لاقيين ناكل عشان نعمل نووي؟ انت مش قلت لي مره يا حماده ان انت ما بيعجبكش اللعب المستورده وانك ممكن تعمل احسن منها مليون مره؟ طبعا. يبقى الحكايه مش حكايه امكانيات وفلوس، الحكايه هنا. والله انت فتحت نفسي اقرا في النووي ده. انت لازم تقرا في النووي يا حماده. عارف النووي ده هيغير مسار القرن الواحد وعشرين، والناس لازم تعرف اهميه ده. تعرف ايه هو المفاعل النووي يا حماده؟ المفاعل النووي ده عباره عن غلايه زي برات الكهرباء اللي بنغلي فيه الميه. مصدر الحراره في الغلايه هو ده الوقود النووي. الوقود النووي لازم يخصب عشان يشغل المفاعل النووي ده اللي بيسموه اليورانيوم المخصب. في التكنولوجيا الحالية عملية التخصيب دي مكلفة جدا، وعشان كده في دول نامية كتير ما بتقدرش تستخدم المفاعلات النووية. اللي أنا بعمله بقى بعمل نفس العملية بالظبط بس بالليزر. دي بقى تكنولوجيا أرخص وأسهل، وده اللي هيجننهم، لأن لو ده حصل هنولد الطاقة عندنا وهنصدرها لدول تانية كمان بسعر أقل ومناسب.
في دول غربية كتير مش عايزة الشعوب دي تتقدم، فهمت؟ فهمت. لاحظ ان في دول في منطقتنا بتصرف مليارات على البحث العلمي، ووصلوا لنتائج متطورة جدا، ودخلوا النادي النووي من زمان. ولازم عشان يحصل التوازن نبتدي احنا كمان البرنامج النووي. ده موضوع كبير قوي. الله يكون في عونك يا نوال. ده انت جبل شايله كل ده وساكته. معلش يا حماده، انا دوشتك قوي النهارده، بس انا كنت محتاجه افضفض مع حد. مع حد؟ اي حد كده؟ انت مش اي حد يا حماده. يا حماده يا جامد، اطلع نام بقى، انا سهرتك وانت بتصحى بدري. صباح الخير. وانت من اهله. أيوه. أنا إيناس يا حمادة، ما تقفلش السكة، أنا عاوز أتكلم معاك. مفيش كلام بيني وبينك يا إيناس. لا في كلام يا حمادة، وكلام كتير كمان. أنا لسه لا طالبتك بنفقة ولا جرجرتك في المحل. احترمت نفسي وسكت، والشيك المضروب اللي أنت اديتهوني أنا ما خدتش فيه أي إجراء. كان ممكن أوديه النيابة وأسجنك، لكن برضه صنت العيش والملح اللي لازم اشوفك يا حماده عشان نقعد نتكلم وكل واحد ياخد حقه. طب انت اوكي وانا هكون في انتظارك. ربنا ياخدك يا شيخ. نعم. معلش يا حماده، انا بس كنت عايزه اقول لك كلمتين. الكلام اللي حصل بيني وبينك يا ريت ما حدش يعرف اي حاجه عنه، يعني كاني ما قلتوش. طبعا يا نوال، معقول انا هطلع اسرارك بره؟ مالك يا حماده؟ شكلك متضايق، في حاجه؟ ما فيش. ولا الباوي. نعم يا سماجه. مش ده الواد ابراهيم؟ ايوه هو ابراهيم. ماله كده والدروش؟ ربنا هداه يا سيدي، عقبالك. وشيل الكوتشيه دي عشان الادام بيدنا ودي بتجيب الفقر. لم بنت نفسك وروح اعمل لنا شاي بحليب، يلا اتكل. العب يلا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. قبل ابراهيم منا ومنكم ان شاء الله. كنت عايزك في كلمتين يا ابراهيم. ما نخرج من الجامعه. خير يا استاذ شفيق؟ كل خير يا ابراهيم يا ابني. يعني انا في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه، بس قبل كل شيء عايز اعبر لك عن مدى فرحتي بالهدايه اللي ربنا هداها لك دي. يعني بكلمك كده بعشم بما اني في منزله والدك. تحت امرك. الست والدتك يعني ربنا يخليك ليها ويخليها ليك، من كتر حبها فيك مش عايزه تزعلك، وبعدين انت كنت امرتها بموضوع النقاب ده. مش انا اللي امرت، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امر. ايوه يا ابني ونعم بالله ما قلناش حاجه، بس يعني الظروف اللي هي فيها دي ما تستحملش النقاب. يعني ايه؟ انت عايزها تقعد كده متبرجه؟ يا ابني لا سمح الله، انا ما قلتش حاجه زي كده، بس تغطي راسها ماشي، لكن النقاب هي ما تستحملش كتمه النفس. ليه؟ هي عيانه؟ لا يا ابني ربنا ما يجيب لها اي حاجه وحشه، امك الحمد لله زي الفل، بس يعني اصل بصراحه امك حامل. ايوه حبيبتي، عاوزه مين؟ انا عايشه يا ست نونه. عايشه؟ وايه اللي عمل فيكي كده؟ ايه اللي حصل يا عايشه؟ اتفضلي يا اختي اتفضلي. الحمد لله ربنا هداني يا ست نونه. الحمد لله. والبركه في ابراهيم، ربنا يخليهولي. وبعدين الدنيا تلاهي، اهو نعمل حاجه لاخرتنا. الحمد لله. اقعدي يا اختي اقعدي.
يعني هو ده بقى اللي هيخليك تخش الجنة؟ يعني أنا دلوقتي أبقى كافر عشان مش لابسة نقاب؟ يقطعني يا ست نونة يقطعني، والله ما أقصد أقول كده، سامحيني، ده نجي خيرك على الناس كلها وأولهم أنا. يا حبيبتي ده أنا بعتالك قال علشان تقفي معايا في فرح داليا بنت حمادة، بس هتقفي إزاي في وسط الناس كده؟ ما هو ده اللي أنا جيت عشانه، يعني أنا كنت عايزة أتأسف لك إني ما أقدرش، بس أنا عمري ما تأخرت عنك في حاجة والله، ده أنا عمري ما قلت لأ، بس هي ظروف بقى. وبعدين أنا في التالت. أنت حامل يا عيشة؟ والنبي ما كنت أعرف. أقول اللي حصل بقى يا ست نونة. يا أختي ربنا يتمم لك بخير. امسكي بقى. لا 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 كتر خيرك كتر خيرك يا ست نونة، خيرك مغرقني. يا بنت امسكي. معلش أنا جوزي مخليه مش محتاجة أيوتا حاجة. أنت لسه بتتكسفي مني؟ ده أنا اللي مربياك يا بنت. كتر خيرك يا ست نونة. طيب بالإذن أنا بقى هستأذن. طب لا خليكي قاعدة والله ما انتي قايمة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ايه دي مين دي يا نونة؟ دي عيشة يا حمادة. عيشة؟ وعاملة في نفسها كده ليه؟ قال إبراهيم قال لها تلبس النقاب أحسن تبقى كافرة. إبراهيم هو اللي قال لها كده؟ آه. الواد ده مش كان عامل فيها شيوعي وثوراجي؟ هو كل يوم بحال. ربنا يهدي. حامل من شفيق في التالت. انت بتتكلمي جد؟ هي اللي لسه قايله لي دلوقتي هي قادره على ابراهيم عشان تخلف تاني. والله يا نونة انا ساعات اقعد مع نفسي استغرب ازاي انا كنت متجوز البنت عيشه دي. بس مستغرب انك كنت متجوز عيشه؟ يعني هي جوازتك الاخرانيه دي اللي عدله طايلها الهم. يا ناس اعوذ بالله، هي دي بقى أكبر غلطة عملتها في حياتي. إحنا الاتنين غلطنا يا حمادة. أنا خدعتك وإنت كمان خدعتني. نبقى خالصين. إنت عايزة إيه يا مدام؟ دلوقتي يا حمادة المحل محجوز عليه وكلها أيام ويتباع في المساء وكده كده هيرسي عليا في الآخر. لما تشوفي حالك بتودنك إن شاء الله. ولازمته إيه لعند ده بقى؟ ما قلنا نتكلم بالعقل. ما دام المحل كده كده هيتباع يبقى جوحة أولى بلحم طور. وإنت وصلك من تمن المحل 1,200,000 جنيه، هديك الباقي على 4 شيكات وتعمل لي تنازل عن المحل، وأنا هتنازل عن القضية بتاعت الشيك، وكمان يا سيدي هتنزل لك عن النفقه والمؤخر. شفت انا جدعه ازاي بقى؟ انت مشكلتك يا ناس انك فاكره نفسك مركز الكون. الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي بلدي قديمه كانت تنفع ايام الابيض واسود. احنا دلوقتي في عصر الطاقه النوويه، الدنيا اتغيرت. اما بالنسبه لفلوس الشيك اللي بتتكلمي عنه ده هيوصلك على داير مليم، بس في الوقت اللي انا احدده. اما قضيه النفقه اللي طالعه لي بيها في المقدر، لازم تعرفها يا مدام ان انا راجل اعلنت افلاسي، يعني لا طول ابيض ولا اسود. اذا كنت فاكره نفسك خبيره في النصب وتقليب الرجاله، لازم تعرفي ان دي 5 جوازه بالنسبه لي. يعني تقدري تعتبريني معايا دكتوره في قانون الاحوال الشخصيه. ببص كويس في عقد الجواز، اصل المأذون اللي كتبنا حبيبي انا زبون قديم عنده. الربع جنيه اللي مكتوب في عقد الجواز هديهولك، بس مش انا، هو في جيبي، هديهولك في المحكمه قدام القاضي. مرسي مرسي يا حمادة. انا خدت ايس كريم معيده على حسابي. الكابتشينو اللي خدته المدام حاسبها عليه. ها خلي بالك.
ده انا اكتشفت فيك مواهب فظيعه النهارده. ايوه هي دي الطاقه، مش تقولين طاقه نوويه. انا ازيك يا اخوان، سياده اللواء مساعد وزير الداخليه جاي يهنيني. ده شرف كبير يا سياده اللواء. اتفضل يا فندم، اتفضل. ده شرف كبير لينا ان سعادتك تشرف النهارده. اتفضل. مبروك. الله مبروك. الله يبارك فيك يا عقبال. ميرسي. ايه مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا عقبال. امال فين اخوك الاسم ده؟ مش شايفاه يعني. هو عقبال عندك مقطع الفرح انقطع. انت بتتكلمي كده؟ هو ده بقى اللي ما ألف مبروك يا منى. عقبال ما تجوزي ولاد ولادها إن شاء الله. الله يبارك فيك. يا هنا من يعيش بقى يا سيادة النوى. أهلا وسهلا يا فندم، الدكتورة نوال عز وبنت عم حمادة. أهلا وسهلا يا فندم، فوق سعيد. أنا مش موافقكم أبداً على اللي أنتوا بتقولوه ده أبداً يعني. يعني بنتنا بتتجوز ونسيبها لوحدها؟ لا، لازم نكون معاها. ما أنا لو رحت يا بابا هكون مشيت كلام حمادة عليا، وأنا مش ممكن أروح غصباً عني أبداً، لأن هو ده اللي عاوزه حمادة. ده راح عزم سيادة اللواء مخصوص عشان يحرجني يا جد. ليلو دراعي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ليلو دراعي ماشي كلامه عليا. هي مسألة عند يا فوزية؟ دي بنتك الوحيدة، مالكيش غيرها. معقول تبقى قاعدة في الكوشة لأمها ولا أخوها جنبها؟ أنا ماليش إخوات يا جدو، ولو انطبعت السما على الأرض أنا مش رايح الفرح ده. يا مسافر وناس هواك، رايدك والنبي رايدك، رايدك والنبي والنبي رايدك. عقبال انجي يا ست اللواء. ربنا يخليك. والله ان شاء الله يوم فرحها عاملها اكتر من كده كمان. على فكره القصر بتاعكم فخم جدا، عريق. انا ما كنتش متصور انه بالجمال ده. القصر ده يا ست اللواء شاف ايام ولا في الاحلام. انا كنت صغير مش واعي، لكن ماما نقول تحكي لك بقى. احكي له والنبي. اي والله القصر ده ما كانش بيخلى من كبارات البلد، مشاوات ووزراء. الست ام كلثوم زارتنا مرتين هنا يا سلام. لا وليلى مراد وحسين صدري. ايوه حسين صدري. ايوه اصل حسين صدري ده حبيب ماما نور. شات اللي هو مش غريب بقى؟ يعني تقدر تعتبر ان حسين صدري البوي فريند بتاع ماما نور. يا وضع عيب. معلش هو بيحب يهزر كده كتير. هو حسام فين؟ أنا هروح لداليا يا فوزية، ولو عاوزين تقعدوا هنا اقعدوا وانتوا حرين، بس أنا ما أقدرش أسيب حفيدتي يوم جوازها، وأنا طالع أغير. Yeah.
الليل. يا قديم بالقوي قوي قوي يا جامد. بحب يلا يلا. ايه يا حماده؟ تتجوز؟ احنا مالناش نفس. اتجل انت يا حماده. يا ريت. في اعلى في الدنيا من الجيران اللي عاقلين دمهم تقيل. شوف اخوك جمال قاعد عاقل ازاي، زي ما يكون قاعد في عزا. سعيكم مشكوره كمان بيه. لا بجد انت جننت. وعارفه نفسك باليورانيوم والطاقه النوويه. يا بنتي مفيش احلى في الدنيا من الجواز. المفروض انت بالذات تبقى فاهمه الحكايه دي. اشمعنى انا بالذات ابقى فاهمه الحكايه دي؟ مش انت بتاعت طاقه نوويه؟ ايوه انا بتاعت طاقه نوويه. طيب هو اليورانيوم ينفع من غير تخصيب؟ ألف مبروك يا دانيال. الله يبارك فيك. كنت عارفة أنك هتيجي عشان عارفة أني مهمش عليك. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك. مبروك يا شادي. الله يبارك في حضرتك يا منير بيه. أنت بقيت من الأسرة، ها؟ معلوم إحنا سعداء إن بقى عندنا فنان. خلاص بقى ما تعيطيش. هي اختارت الطريقة، هي حرة. حاسس في نفسي قوي، حاسس في نفسي قوي. أنا حاسة إن قلبي هو اللي بيعيط مش عينيا. معقولة أختك تتجوز بعيد عني؟ مش قادرة أصدق. دي ليلتي أنا مش ليلتها هي. هي الأم عاوزة إيه أكتر من إنها تشوف بنتها تتجوز؟ تلبسها الطرحة. عموما هي مش صغيرة، متحملة مسؤولية اللي عملته. إحنا نصحناها مرة اتنين وتلاتة. حسام ممكن نطلب منك طلب بس ما تزعلش مني؟ عايزة تروحي لها مش كده؟ أنا عايزة أشوفها قبل ما تسافر. أنا عارفة كويس قوي إن أختك اتصرفت غلط، لكن أنا أم ومهما كنت بتحبها مش هتحبها أكتر مني. وتحس اللي جوايا. روحي. أنت مش هتيجي معايا؟ ماما انا مبسوطه وشادي كويس والله. تعالي تعالي انت جسمك احسن.
خلاص يا اولاد ماشيين. يا دوب يا ماما نونا، ده الطياره فضل عليها ايه؟ ساعتين ونص. يا اولاد اوصلكم انا، مش معقول تروحوا المطار لوحدكم. الليموزين مستني بره يا كمال بيه، احنا عايزين نروح المطار بطولنا كده كشافه يعني. اول ما توصلوا باريس هتلاقوا انكل علاء مستنيكم. خدوا بالكم من بعض يا اولاد، خد بالك منها يا شادي. حاضر يا ماما نونا. وبعدين انتوا قلقانين كده ليه؟ هو انا هسافر لوحدي؟ ما انا معايا راجل اهو ولا كيس جوافه. بقى انا رحت باريس اكتر من 40 مره، يعني انا اخده توهه هناك. ايه يا حبيبتي؟ الله، انت كنت مكسر الفرح. مالها جت معاك بالسكت كده؟ بالسكت يا حبيبتي. يلا بقى تقلبيها غم ولا ايه؟ انا برضو اللي هقلبها غم. امال ايه اللي في عينيك ده؟